اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد حسن النبوي رئيس جمعية باب الخير المشرفة على تنظيم مصلى مراكش الكبرى للنسخة الثالثة بهذه المنطقة والنسخة السادسة بمنطقة أبواب مراكش. الحمد لله مرت الأجواء على خير بتضافر الجهود، جهود المسؤولين، جهود المؤسسات، جهود الصحافة، جهود المنظمين، السلطات المحلية، السلطات الأمنية، غرفة الصناعة والتجارة كذلك، والحمد لله الأمور تمت على خير. اليوم ليلة 27 الحمد لله كاين توافد ديال ضيوف الرحمن بكثرة، بحكم هذه الليلة إجماع العلماء أنها ليلة تكون غالبا ليلة القدر، ويكون توافد المصلين من أجل اكتساب ثوابها بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا في هذه الليلة. بالنسبة للمصلى الحمد لله نموذجا على الصعيد المغربي، بحيث أنها يتم استقبال كل ليلة مقرئ من مراكش أو خارج مراكش أو خارج الجهة، وهذه هي الصبغة التي تساهم في نجاحها بكثرة، بحيث يكون هناك أصوات مختلفة، قراء مختلفون، مشايخ مختلفة، كذلك هناك تنظيم متقن، هناك مكان نظيف، صوتيات في المستوى العالي، تصوير في المستوى العالي. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات المحسنين والمساهمين في ذلك. يتوافد على المصلى أزيد من 10,000 مصلي يوميا، يصل إلى 20,000 22,000 حسب الشيخ أو حسب المقرئ أو حسب أيام الأسبوع. بالنسبة لهذا المصلى يكون فيها تقام فيها صلاة العيد كذلك، ويتوافد عليها أزيد من 100,000 مصلي. تكون بإذن الله الساحة كلها هي ممتلئة والجنبات، يتوافد عليها ساكنة أبواب مراكش والمجاورة وساكنة مراكش كذلك كلها، لسبب واحد هو التنظيف والتنظيم المحكم والنظافة والصوتيات اللي هي بصوتيات عالية الجودة، بحيث أن المصلين كلهم يسمعون خطبة الإمام والصلاة، وهذا ما يميز مصلى مراكش الكبرى على جميع المصليات. باسمكم وباسم جميع ضيوف الرحمن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد ولي جهة مراكش الذي رخص اولا السي كريم قسي الحلو الذي تم ترخيصه الاول لهذه المصلى، والشكر للسلطات المحليه والسلطات الامنيه، السيد رئيس غرفه الصناعه والتجاره والخدمات السي خليل كذا، والصحافه التي تتوافد علينا وبجميع انواعها كذلك، والشكر للجنه المنظمه ومندوبيه الاوقاف والمجلس العلمي الذين صهروا وقدموا يد المساعده من اجل انجاح هذه المصلى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نشكر الاخوه الافاضل الذين يستضيفون في هذه اللحظه وفي هذه الليلة المباركة التي هي ليلة 27 التي نتوخى من الله تعالى أن تكون ليلة القدر. فالمغاربة منذ يعني عصور وما عهدناه في عمرنا نحن، يعني عمرنا تقريبا 48 سنة، يعني المغاربة لهم خصوصية في هذه الليلة المباركة، فيحتفلون بها احتفالا ويقومون فيها يعني بالأعمال التعبدية يعني بطريقة متميزة،
والحمد لله احنا نحن في هذا المصلى الذي هو مصلى مراكش الكبرى نحتفل بهذه الليلة، وأنتم تشاهدون هذا الحضور، يعني كيف العدد يعني يناهز 20,000 أو 30,000 الحضور في هذه الليلة، ونحرص على أن نأتي بقراء من كل يعني أغلب المدن المغربية، نستضيف قارئا في كل ليلة من الليالي، والحمد لله رب العالمين في تتمة هذا الشهر يكون المصلى جاهزا كذلك لصلاة العيد، فيعد من أحسن المصليات هنا في مراكش، وهذا من منة الله تعالى علينا، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.